من المعروف عن الكلاب إنها حيوانات مخلصة وقوية، وكتير من البشر بيحب يتعامل معاها، لأن الكلب كحيوان بيمتلك صفات كتيرة مميزة عن باقي الحيوانات الأخرى. ومن الصفات الرائعة المعروفة عن الكلاب هي الإخلاص والحب، وطبعا توافر صفة القوة كمان بتخلي نسبة كبيرة من البشر بتعشق حيوان رائع وقوي زي الكلب. لكن مع مرور الزمن وظهور سلالات مختلفة من الكلاب، بدأت نظرة الناس تتغير للكلب، والنظر ليه كحيوان قوي أكتر من إنه حيوان مخلص ومتعاون. وطبعا ظهور السلالات الجديدة والمختلفة لأنواع الكلاب دفعت الكتير من مربي الحيوانات الجميلة دي مساعدة الناس في التعرف على سلالات مختلفة وقوية للظهور على الساحة، لمعرفة مزايا وعيوب كل سلالة على الواقع. وعلشان كده قبل ما نفكر إننا نمتلك كلب من السلالات الجديدة والقوية دي، لازم نكون على معرفة كافية من السلالات الموجودة في عالمنا، لمعرفة كيفية التعامل معها وتربيتها. أهلا بيكم في الجزء الثاني من أخطر سلالات الكلاب. ولو أنت أول مرة تشوف القناة، ياريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كلب البوكسر. بترجع أصول السلالة دي من الكلاب لدولة ألمانيا، وهي ناتجة من تزاوج المستيف الألماني والبولدوج الإنجليزي القديم، وبيطلق عليها اسم آخر وهو الكلب الملاكم. وبيوصل وزن الذكر منها من 50 إلى 60 كيلو جرام، وبيتراوح طولها من 50 ل 55 سنتيمتر. وهي سلالة متوسطة الحجم وممتلئة الجسم وصاحبة شعر قصير. وكلب البوكسر بيتم استخدامه في عمليات الصيد، وده لأنه بيتميز باليقظة وخفة الحركة والذكاء، بالإضافة إن كتير من محبي امتلاكه بيستخدموه في حراسة الممتلكات ورعي الماشية والأغنام. وكان زمان بيتم استخدامه في عمليات الهجوم في بعض الحروب بسبب قوتها وجرأتها على القتال، وعلشان كده أطلق عليها اسم الكلب الملاكم. أما في عصرنا الحالي بيتم استخدامها في مساعدة الجيش والشرطة، وزادت استخدامها بشكل كبير في مساعدة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. لكن هي سلالة صعبة الطباع وعنيدة، علشان كده لازم يتم تربيتها بطريقة احترافية حتى تصبح من الكلاب اللي ممكن امتلاكها ككلاب رفيقة للهواة. الروتفايلر هي فصيلة من الكلاب قوية والمعروفة بالولاء الشديد لأصحابها، وبتحتل الروتفايلر المرتبة الثانية من حيث حوادث الهجوم على البشر على مستوى العالم بعد كلاب البيت بول. وبتعتبر السلالة دي من الكلاب من أقدم فصائل الكلاب على الإطلاق، وبيوصل وزن الذكر الواحد منها من 45 إلى 55 كيلو جرام، وبيتراوح طولها من 65 ل 75 سنتيمتر. وبتتميز السلالة دي من الكلاب بلونها الأسود مع وجود علامات بنية على الرأس والصدر والساقين، كما بتتميز كلاب الروتفايلر بالذكاء الشديد والثقة الكبيرة. وظهرت أول مرة في ألمانيا سنة 1901، والروتفايلر هي نتاج تزاوج بين المستيف الروماني القديم
مع نوع من الكلاب المحلية في مدينة رودفايلر واللي منها أخذ اسمها. وبتشتهر النوعية دي من الكلاب في ألمانيا باسم الكلب الجزار، لأنه بيتم الاعتماد عليه في مهام رئيسية زي توجيه وحماية الماشية، بالإضافة كمان لسحب العربات المحملة باللحوم للأسواق. والغريب كمان بالرغم من أنه بيشترك في معظم حوادث هجوم الكلاب على البشر، إلا أنه كان معظمها بسبب حبه في الدفاع عن أصحابه الآخرين من البشر. وده طبعا بيظهر جانب الحب والولاء الشديد لكلب الرودفايلر وغريزة الحماية اللي بيمتاز بيها عن أنواع تانية بيمتلكها الغير. وطبعا صفات متميزة زي دي بتجعل نسبة كبيرة من البشر مقبلة على امتلاكه رغم خطورته. وعلشان كده يجب معرفة قواعد التربية السليمة لسلالة الرودفايلر. البول ماستيف هي فصيلة من الكلاب بتمتاز بالقوة، وهنلاقي ان فصائل معدودة جدا من الكلاب اللي ممكن يتم مقارنتها بقوة كلب البول ماستيف. وبيرجع ظهور السلالة دي من الكلاب لمنتصف القرن التسعتاشر في دولة بريطانيا، لما قرر احد مديري العاب الصيد انتاجه لحراسة الممتلكات. وسلالة البول ماستيف ناتجة من تزاوج الماستيف الانجليزي والسلالة المنقرضة من عالمنا النهاردة، وهي البول دوج الانجليزي القديم. وبتمتاز كلاب البول ماستيف بحجمها الضخم وبنيتها العضلية القوية، وفي نفس الوقت بتمتلك سهولة الحركة مع حجمها. وبيوصل وزن الذكر منها لحوالي 60 كيلو جرام، وبيتراوح ارتفاعه من 64 إلى 69 سنتيمتر. لكن سلالة البول ماستيف تعتبر من أصعب السلالات اللي ممكن تربيتها بسبب ميلها للاستقلال النفسي، يعني النوعية دي من الكلاب بتحب تتصرف من دماغها. وبعد ظهورها على الساحة في بريطانيا بوقت صغير، تم الطلب عليها من دول أخرى للمساعدة في حراسة الممتلكات في كل أنحاء العالم. وبالرغم من خطورة السلالة دي، إلا إنها تعتبر كلاب حساسة جدا، ويجب تربيتها بطريقة سوية في جو اجتماعي سليم، وده علشان تظهر حبها وولائها لحماية أصحابها ومنازلهم. يعني رغم قوتها وخطورتها، بمجرد إنها تحس إن عندها أصحاب وحد بيحبها، بيجعلها عندها الحب والولاء الشديد لمن يمتلكها. ماستيف الكناري بيرجع موطن السلالة القوية دي من الكلاب لجزر الكناري الأسبانية. والكلب ماستيف الكناري معروف باسم آخر بيطلق عليه، وهو بريسا كاناريو. لكن هناك بعض الآراء لمربي كلاب الماستيف الكناري بتقول إن السلالة دي وجدت على إيد مستكشف كان بيزور جزر الكناري الأسبانية، يعني محدش يعرف معلومات أكيدة عن أصول السلالة دي من الكلاب. لكن الأكيد إنها واحدة من أقوى وأخطر سلالات الكلاب على مستوى العالم، لأنها بتمتلك بنية عضلية قوية وثقة بالنفس كبيرة، ودايما عندها الرغبة في حب السيطرة. وصفتها المتميزة دي بتجعلها مطلوبة، وبيتم استخدامها في العمل بالمزارع ككلاب حراسة. وقديما كان بيشاع عنها إنها كان بيتم استخدامها في نزالات الكلاب مع بعض والرهان على مين اللي يكسب بسبب قوتها وشجاعتها. وبيوصل وزن الكلب الواحد منها ل 69 كيلو جرام، وبيتراوح ارتفاعه من 60 إلى 65 سنتيمتر. وبالرغم إن المعروف عنها الولاء الشديد لأصحابها، إلا إن تربيتها بتبقى في منتهى الصعوبة،
وده بسبب حجمها الكبير، بالإضافة إنها بتحتاج كميات مهولة من الأكل لأن طاقتها في الحركة بتكون كبيرة، زائد إنها بتحتاج للتمرين والجري مرتين يومياً على الأقل. وبسبب خطورة كلب مستيف الكناري وتكرار هجماته على البشر، حتى أصحابه الكتير من الدول بتمنع وجود السلالة دي على أراضيها زي نيوزيلندا واستراليا. البور بول هي فصيلة قوية وجريئة من الكلاب، لدرجة إن كان بيتم الاستعانة بيها في صيد الأسود والحيوانات المفترسة في جنوب أفريقيا، وده مش علشان تكون هي الضحية ولا حاجة، لكن قوتها وكفاءتها بتجعلها عامل مهم في عمليات الصيد وخاصة الطرائد الضخمة. وبيشتهر كلب البور بول باسم آخر وهو مستيف جنوب أفريقيا، وهو واحد من أهم فصائل المستيف الضخمة القوية بصورة مذهلة، واللي بتتمتع بغريزة حماية غير عادية، وبيوصل حجم الكلب العملاق منها لتسعين كيلو جرام، وبيتراوح ارتفاعه من 60 لـ 75 سنتيمتر. وكلمة بور بول في جنوب أفريقيا معناها كلب المزارعين، وكان الهدف من ظهور سلالة قوية وضخمة زي البور بول هي حماية المزارعين، زائد ان كان بيتم استخدامها في ألعاب الصيد. ومن الصعب تحديد أصول النوعية دي من الكلاب، لأن مع ظهورها في المنطقة كانت الكلاب الشائعة وقتها هي البلود هاوند والجري هاوند والمستيف، زائد كلاب الترير. وبناء على وجود السلالات دي وقتها، بيتوقع البعض أن كلاب البور بول ناتجة من تزاوج السلالات دي. وبالرغم من شراسة وجرأة النوعية دي من الكلاب، إلا إنها بتمتلك صفات رائعة زي الشجاعة والولاء لأصحابها، لدرجة إنه ممكن يقف قدام حيوانات أضعاف حجمه في سبيل إنه يدافع عن أصحابه والمنطقة اللي بيعيش فيها. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.